ها شوف ها والو ما بقاش تليفون، سبعة تهريسات هشام، وحق ربي الا شي 80 خنشه، شي 800 الف خنشه ديال طابه. شوف ولات عند، شوف ولات عندك مغارات فريواطو اصاحبي في ديك النيف، هذاك اللي عندك مغارات فريواطو. ومع هذا الحجر الصحي، مع هذا الحجر الصحي ما بليش الشعر تما، وليت كنفش شعري هنايا، ها كنحك شعري. هو طالع خير 7 الوقت، هو دي يوصل 10 الاف، 10 الاف دغيا دي يوصل يا لك. ربي ديك راه 7000 ماشي 700 عباد، هذيك راه 7000. مشات لي ذاكرة المدن. راكين بدر عارف لي كومونتير، هو دعاوتي لي كومونتير صاحبي. والله ما نعقلوا عليه بالله خير، شمول لي له الدبل بيسيبس عاوتاني. هو راه بدر عارف كاين في لي كومونتير، يخلينا هذا الشيء ديالك ابو زيكا صاحبي، دبرتي عليها. الله ما كنقراو منا، وبالله العلي العظيم دبرنا عليه انا وخي هشام، يلا نخرجوا له ما بجوج. كان ضبطت عليها لا والو، هانيه شي حاجه مرحبا، اللي قال شي حاجه على الوسط. هشام تاهي تشنق معاه باش ما يضربش، وانا غادي نبقى عليه بنت الارض للراس. بوزيكا لا ما بوزيكا، راه كاين بدر هاري في لي كومونتير. ها هو داج دبرت عليها، انا هو ما دا وراه هو بدر عليه، صاحبي. ايوا ولكن هو راه دبرنا عليها الصراحة. دبرتي عليها انت، يعني انا ما عنديش المشكل هاني. ابدا خيا هشام راه تيجي هذا شي واحد ما كلاسيتيش، كلاسينا شي واحد. شكون بريسلي وهرس هذا الفيلم ديالو، والله ما كان عقل. هما كي طاقاو، في شكون طاقاو عاد دابا؟ طاقاو دنيا باطمة، دبرتي عليها. الدنيا باطمات ما عمري تصنت، كنت كنصنت، كنت كنصنت العم الله يرحمه. راه طاقاو دنيا باطمة، دبرتي عليها. لا انا خاطيني من هذاك اخويا، تحياتي للدنيا، تحياتي ليلى، تحياتي للجميع. اخي هشام انت كتبان لي باغي باغي تدبر عليا ديجا. انا واخا تدبر عليا انا ما خدام ما والو، واخا نجلس انا بحال عقلت على راسي وانا جالس، انا كندبر عليك ديجا. اما كي طاقي وحليوه دبرتي عليها، يدخل يربي عليك هناك. حليوه يمشي قود من هذا المنبر. واش هذاك، واش هذاك، واش هذاك مغني الدرقي وقديره بحال يد البيرجي وزايده واشب فيه مالي دي بحال هكا، اللي يهضر معاه كيديرها طويلي طويلي طويلي، اللي كيهضر معاه داير واحد من بدر تقع الكاس. دبرتي عليها كي تلاقي وحليوه. طاقي وحليوه اجمي اخي يا هشام، انا كنهضر الصراحه، هاد الله غادي نوصل، غادي نوصل واحد الميساج ديالي في هاد 6629 لواحد الانسان، اقسم بالله خويا هشام ما كنزيد عليه، الا كان فان ديالي 2013 وكذا، وراه عندك وانت كدير هاد القوائم والفيزيكا. ايوا هاد بدر هاري داخل خارج ماله البليزير قرب يجيبو. ولكن حسن الفد باش مقرع ب 30 ريال. هشام هشام اخويا احق الرب، لا ابو زعتري لا عاد هو، حتى هو عاد عاد كومونتا دابا دخلنا عليك بالله. واش كومونت؟ انا نشوف ابو زعيتر سمعتي اخي شنو؟ والله لا ابو زعتر، ولاني ماشي هذاك اللي جاب الشطر هذا، كيبان لي خاص صغير يمكن. ابو زعتر اشوف والله الا ابو زعتر الا دار الخدمه دار الرجال، اقسم بالله يا ريت تكون هذا الفنان وهذا السبورتيف. ابو زعتر خلينا من النفاق ديالك ابو زيكا، بانك من النفاق وسير ابو زيكا من التنفيق ديالك. والله الا ظريف بالله، والله الا سرد النفاسات وسرد البومبات كاز مع واحد. والله الا والله دخل على واحد العوته عرفتي راه فيها شي 200 مليون ولا شي 300 مليون، الله يعمر راس اللعاء ابو زعيم. بزيكا والله ما غادي تسمع خبرك. هشام هشام بحيت يكون هنايا نهضروا فيه مزيان وما يخرجوا حنا البن، راه مازالين هنا ولا خرجوا؟ والله الا باش نكون مازال جايب بري 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 بري. ها هو راه كاين في لي كومونتير.
لا بدراري او فين اخويا بدراري كي وقع لك مع ريكو داك التهريسه ولا شديتي الزكيك طاطي هضري هضري بين باش ما تقولوش خايفين ولا كونونين والله الا مقودين بالله هذا بالحجر الصحي والله عنده طياره كيدير يجي عنده طياره خاصه راه يقدر يجي اخي والله ما يجيب الله حبيب وما دارش حبيب عنده البرطيه في 18 قال لهم حق الحجر الصحي مشكل ها هو دار كاين صاحبي بدرهاري راه والله كيشوف ما صاحبي كاين شوف اش قصدت عليا بيسيكلا سبعه واحد كوم واحد كونت فيه بدرهاري واش بدر هاري نيشان وبدر هاري هو داك الديجي عرفتي هو مقصيبات هو ما خلالكش اخي يا بابا اصاحبي نورمال مود لا اله الا الله والله لا عيب بدر هاري تكلم البوزيكا راه بغى يهضر معاك ها هو بوزيكا بدر هاري راه كاين في لي كومونتير اصاحبي راه مازال عنده النمره ديال الكارت ديالي صرد لنا في الويستر يونيو وخطينا هذه هي تبزات اللي غتبزطها دابا ولات ويسترن يونيو اصاحبي حنا رحنا يا اسف بلا ما يسرد لفلسطين وكذا راه خوتو فلسطينيين يا واحد من عندي الحرب تزيد دخل في الكومنتير دبرتي عليها واخا يا بدر انا والله الا كنت باغي نهضر على اللوبيا وهشام المليولي هو اللي بدر هاري تكلم البوزيكا راه باغي يهضر معاك ها هو بوزيكا بدر هاري راه كاين في الكومنتير صافي راه مازال عنده النمره ديال الكارت ديالي صرد لنا في الويستر يونيو وخطينا هذه هي تبزات اللي غتبزطها دابا ولات ويستر يونيو صافي حنا رحنا يا اسف بلا ما يسرد لفلسطين وكذا راه خوتو فلسطينيين يا واحد من عندي الحرب تزيد دخل في الكومنتير دبرتي عليها واخا يا بدر انا والله الا كنت باغي نهضر على اللوبيا وهشام المليولي هو اللي قال لي شنو وقع لك مع بدر وقال لي شكون يغلبك انت ولا هادي تبزات اللي غتبزطو صافي دابا وليتي كتسلك مع بوزيكا اخي يا هشام هو الصراحة الله راه بجوج بينا والله الا والله تيفقينا بالله وليتي تسلك معاه صافي عرفتي شتو كيضرب الصاك اقسم بالله الا بحال المترية يديه اقسم بالله الا بحال المترية دابا ولا بحال المترية انت بوزيكا ولا ما تسعف خبرك بالله ولا بحال المترية ما بقاش تبزطو ودير له كنا كنهضروا على واحد البيمو سميتو بدر هي دابا حنا لا هو ماشي في عيلة دابا شي غتبزط بدر هاري دابا وليتي صيفط لنا في ويسترن يونيو وكذا اش واحد هشام قال لك خواف واش كتضرب نيتك باغي تبنيها لي مع بدر هاري وانا الحجر الصحي دقدق لي العظام ديالي بالنعاس قلب او ما كي طاقاو شكون طاقاو عاد دابا طاقاو دنيا باطمه دبرتي عليها الدنيا باطمه هذيك ما عمري تصنت كنت كنصنت العم الله يرحمه انا طاقاو دنيا باطمه لا انا خاطيني من هذاك اخويا تحياتي للدنيا تحياتي ليلى تحياتي للجميع اخي هشام انت كتبان لي باغي تدبر عليا ديجا انا واخا تدبر عليا انا ما خدام ما والو واخا نجلس انا بحال عقلت على راسي وانا جالس انا كندبر عليك كاينه اما كي طاقي وحليوه دبرتي عليها يدخل يربي عليك هناك حليوه يمشي يقود من هذا المنبر واش هذاك مغني الدرقي وقديره بحال يد البيرجي وزايده واشب فيها مالي دي بحال اللي هضر معاك يديرها طويل اللي كيهضر معاه داير واحد من قدر تلقى الكاس دبرتي على طاقي وحليوه طاقي وحليوه اجمي اخي يا هشام انا كنهضر الصراحه هاد الله غادي نوصل واحد الميساج ديالي فات 6629 لواحد الانسان اقسم بالله خويا هشام ما كنزيد عليه الا كان فان ديالي 2013 وكذا وراه عندي الفيديو طلع معايا انا يلاه فيسبوك عادي هو عنده دابا المليون وكذا وطلع معايا مؤخرا انا الله يهديه وكذا من هنا لهنا واحد شويه قال لك كون يرضي عليا بو يردني نحيد البزاز وانا بقيت كندور راسي دابا انا بوه وكندير هاد اللايف باش يوصل ولدي
الله يستر يا ربي. تخيل انا با انا باين وولدي فيه اللعبه ولصق البزازل وما خلى لمن عطى ترمتو، ها السعوديه ها الخليجيين هكذا وردي عليك وتعرض عليك. انا تحيد البزاز من داك التقبه كنديرو ولا نزيروها نردو لها الجعابي ولا حماق. الله يتنضرب شي دوره في الناموسيه برا هادشي راه والله الا ولا كيطير العقل بالله.